FM. الكلمة ليك. نحن حرية الصحافة على رأسنا وعينينا, وبالعكس نحن نحترم حرية الصحافة, وأنا معناها علاقتنا ممتازة طبعا متميزة مع جميع معناها وسائل الإعلام, ولكن كما قلنا هذا معناها قانون يطبق على الجميع بقدر المساواة, فهمتي؟ وبالتالي ما فما حتى كما قلنا هذا تعسف أو تدخل أو معناها تدخل في, سل في, 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 في سلطة الإعلام اللي هي معناها سلطة رابعة, ونمنو بها كدورها معناها في حماية يعني هل الانتقال الديمقراطي اللي موجود وفي حماية البلاد بقينا. ثم معناها بالنسبة للمرسوم يعني ثم نصوص قانونية, طالما أنه لم يتم تنقيح أي نص, وحتى يعني ثم معناها من الأساتذة الخيان اليوم يعني اللي جاءوا اتصلوا بي قالوا لي معناها كيفاش الفصل 67 مازال معناها قاعدين تصفوا فيه, وقولوا نحن النيابة العمومية طالما أن النص هذا مازال موجود بالمجلة الجزائية ولم يتم تنقيح هالنصوص هذه, فبطبيعة الحال النيابة تتعامل بمقتضى القانون وبمقتضى ما هو مكرس بمجلة الجزائية, وتتعامل معناها في نطاق احترام معناها حقوق الإنسان وحقوق الأفراد, وما عندنا حتى معناها علاقة لا بال يعني هالندوة الصحفية اللي صارت البارح ولا ولت البارح ولا سيمينار البارح ولت البارح ملتقاه ولا حتى علاقة بوينا, والله شخصيا ما كنتش في بالي خاطر وعنا معناها عمل قاعدين يخدموا فيه معناها صباح المساء وفنتي 24 ساعة, ما صدقني ما في باليش بالملتقيات هذية, بقينا نحن كيما قلنا لو ما مش عاصف هذية زيدنا عودها ما هوش تعاصف على الإعلام والتدخل الإعلام سلطة رابعة نمنو بها ونتعاونوا مع بعضنا سي سفيان أكيد أكيد, وأنتم يظل معناها أنتم عندكم معناها كيفاش وقت تستفسروني أنا اليوم صدقوني معناها التليفون معناها أكيد عارف عارف أكيد أكيد, وهذه كنت على قدم مساواة والمعطيات اللي أعطيتها ما فرقت من بين حتى إذاعة من سيدي بوزيد لتونس ناس كل سواسية, ونحن نعملوا عليكم بالطبيعة, ولكن نأكد لكم اللي كونوا القرار هذا يروا نعم ما عنده حتى علاقة بالتداعيات هذه اللي صايرة وإلا الملتقيات, ليه بالعكس يعني كما قلنا طبقنا القانون ونحن رغم احترامنا للسلطة القضائية وللنيابة العمومية, ولكن ما نجمش نخفى عليك أنا أنه قلبي أنا اليوم 32 سنة نخدم ونشوف في النهار هذا معناتها ما بعد الثورة قلبي يوجعني أنه زملائي معناتها الويكاند باش يعديوه معناها في حالة إيقاف. أنت تعرف ما تتصورش قديش القضاء ولا النيابة العمومية ولا حتى سيد قاضي التحقيق وقت السفر نعرف ما عندوش حتى رغبة بالعكس نعرف السجن راهو معناها مش سهل باش إنسان باش يدخل السجن نعرف لأنه السجن معناها نعرف واش معناها السجن ونعرف نعرف نعرف ومش هو كشخصيا عنده عائلة عنده أفراد عائلة عنده عائلته عنده أصدقاء, ولكن نأكد لكم راهو معناها كي يبدأ ثم معناها نحن إذا كلمنا بدورة القانون راهو سيادة القانون فالقانون بطبيعة شكرا لك سي سفيان ينطبق على الجميع بقدر المساواة. كابا فان الكلمة ليك.